السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم. اليوم جبنا لكم هذا الكراج خوتي الاعزاز. التصويره تبدلت نورمالمون خوتي الاعزاز، شرينا كاميرا شابه خوتي. هذا الطوموبيلات اللي تشوفوا فيهم هنايا غاليين بزاف خوتي. انا حاب نقول لكم خاصكم 42000 و48000 اكو فاهمين. انت هذا عنده غير الحاجه الخشينه، والداخل ثاني عنده غير الحاجه الخشينه خاوتي، كيما المرسيدس هذه 35000، هذه 19800، هذه البي ام دبليو في اكس 1 25000، التيغوان هذه دير 18900. العام تاعها خاوتي الاعزاز ماشي 52140 بي اس ديازل. كاين هذو طوموبيلات خاوتي اللي انا كنت حاب نجي نصورهم لكم، طوموبيلات بالنسبه لخاوتي اللي عايشين في فرنسا اسبانيا ايطاليا، طوموبيلات شبان. ميني مثلا، هذه ميني كوبر كلشي كوير لداخل، 133000 كيلومتر، 2002 إيسونس، 116 بي اس. هذه ثاني ميني كوبر، واحدة أخرى قدامها، هذه ميني كوبر الأولى وهذه الدوزيام. بغا نصورهم لكم من اللور. هذه 97000 كيلومتر، 175 بي اس، إيسونس. عامليكم اللور خاوتي. الكاميرا شويه كبيره، هاي في يدي مولف صور بالتليفون شغل راهي، والزوم راه خارج شغل راني. هذه من اللور خاوتي. مثلا هذه الكورسا، هذه الكورسا خاوتي 98000 و 500 كيلومتر، 69 بي اس، ايسونس، 2016. هذه اودي الاسيس تشوفوا فيها خاوتي، بريميرما 2005، 125000 بي اس، بنزينه 177 بي اس، 125000 كيلومتر بنزينه، 177 بي اس، اوتوماتيك. تيف تاعها كونترول تكنيك جديد. كاين هذه هيونداي اي 30، الفين وثلاثة اي 30 كوبي، 164000 كيلومتر، ديازل، 128 بي اس. شنو زوج بيبان خاوتي راكو تشوفوا فيها الداخل راكو تعرفوا. دوك نصورها لكم من اللور، هي وهذه المرسيدس. عنده طوموبيلات شبان، هذا حطهم طرف الطريق ما شاء الله. وشنو السخانه راهي دايره حاله خاوتي. المهم مرسيدس بنز ا كلاس ا 2009، 125000 كيلومتر، ايسونس، 95 بي اس. الدنيا مدنيا، حياه حلوه، شابين. هذه الاوبل، هذه الاوبل خاوتي الاعزاز، واسمها ادم، خلا ادم عليا سموها عليا. 2013، ماشي 79350 كيلومتر، ايسونس، 101 بي اس. واش نشوفوها لداخل، واش نصورها، نصور لكم الايترونت هذه من اللور. شو ديك البيه شحال شابه من اللور خاوتي، شو نزوميو عليها. دوك راه عندنا كاميرا خاوتي، لازم نطلقو لاطاي شويه، وهذا تجي مورا هذي، وهذا تجي مورا هذي. شابين من اللور، نقايا
هذه الاوبل اللي صورناها هذا، كاينه هذه ثاني نصورهم لكم من اللور بعد نجي لقدام نقول لكم شحال السومه. هذه زافيره وهذه تيغوان. او حاجي راح يركب فيها 2.0 تي دي. هذه فيستا، احنا حابسين في الطوموبيل الحمراء نصورهم لكم من اللور باسكو السيد على تماك باش ما يقعدش، قلت لكم يتوسوسوا غايه الغايه. عدنا والعود احمد صلوا على رسول الله. اخوتي العزاز هذه انا وريناها لكم والله شابه السومه تاعها اخوتي اوبل زافيرا سي تورر 7 بلايس 10900 2014 153 بي اس ديزل تفتح جديد اورو 5 الله يبارك ما شاء الله. هنا هذه يحبوها الجزائريين وتوانسه المغاربه كاع يحبوا هذه. هذه رخيصه خاوتي مليحه 2011 ماشيه 113000 ديزل 140 بي اس دير 9900. هذه قلت لكم شحال دير خاوتي، قلت لكم دير 10900 معناتها 218 مليون جزائريه، وهذه 9900 معناتها قريب 200 مليون جزائريه. وكاينه هذه خاوتي، هذه فورد فيستا ترينت 4200 اورو معناتها 84 مليون جزائريه 2011 144 بي اس 144000 كيلومتر استغفر الله 60 بي اس ايسونس شابه خريده زينه. هو شابه الله يبارك. كاينه تجي موراها هذه، هذه اوبل ماريفا 7600 152 مليون جزائريه 2011 105 بي اس 120 يخ على 105 بي اس 105 كيلومتر 105000 كيلومتر 120 بي اس ايسونس. بعد تجي هذه فورد جالاكسي تيتانيوم 12800 2016 209000 كيلومتر 150 بي اس ديزل شابه. فورد جالاكسي كاين اللي راهم قالوا لي بزاف شفنا 7 بلايص، هذيك 7 بلايص، هذه 7 هذه لا 5 هذه 7 بلايص، وهذه ثاني 7 بلايص توران. هذه نشوفوا هذه الطوموبيل اللي راهي قدامنا، هذه كيا سول اديسيون 2014 86000 كيلومتر بنزين 132 بي اس دير 7900 معناتها دير 858 مليون جزائريه. هذه دير 14600 معناتها دير قريب 300 مليون. فوكس فاغن شاران هايلاين لي دا كاماغا كونترول تكنيك جديد 2012 145000 كيلومتر ديزل 170 بي اس اوتوماتيك الدنيا مدنيا. شو نضربوا عليها هاد القرعيجه؟ هاو الدواء كوير الداخل وكاع راكم شايفين هو شابه. نجيو من اللور نشوفوها كيف دايره شابي الله يبارك ما شاء الله. المهم خواتي وصلنا لافتاء الفيديو، ما صليناش على الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد في العالمين.
اللي راه يشوف فينا اول مره يشترك معنا ويفعل الجرس باش يوصله كل جديد، واللي خاوتي مشتركين راهم يضربوا لايك بلا ما نقول لهم. وخاوتي كاينه صفحه، كاينه عندنا الكونت تاع الباي بال، دعمونا خاوتي اللي عنده باي بال يدعمنا، باسكو رانا شرينا لكم كاميرا جديده وهكذا باش نطوروا القناه. هذه القناه خاوتي القناه تاعكم ماشي القناه تاعي، هي تابعه ليا بصح القناه هي تاعكم نتوما تستفادوا. المهم واش نقول لكم، صلوا على رسول الله، نحبكم في الله، تهلاو في روحتكم، تلقاو في ساعه زينه، والسلام عليكم. شكرا على المشاهده خاوتي اخواتي، صلوا على رسول الله، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه اذا كنت من المتابعين الجدد، فعلوا الجرس ليصلك كل جديد تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صلوا على رسول الله، سلام.